عليكم ان شاء الله بخير. الله يزيح الغمه من عندكم يا رب ويبلغكم النصر يا رب. وين الراوي يا جماعه؟ عبود تتاخر ليه؟ احلى راوي احلى راوي والله. سمعوا قال الراوي: يا ساده يا كرام، بعد الصلاه والسلام على خير الانام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حكايتنا اليوم مو مثل الحكايه، لا انعرضت بافلام ولا انعرضت بمرايا. كان يا مكان في حاضر الزمان، انضربت اروع الامثله في عالم الانسان. كان في بلد اسمه سوريا، طالبت بالحرية وبالعيشة الهنية. انقتلوا فيها النساء والأطفال وتدمرت البيوت مثل لو صاير زلزال. يا باطل يا باطل. وأهلها شافوا عجائب وشافوا أهوال وأهوال. يا لطيف يا رب. المشايخ علماء الدين أفتوا بإجهاض جنين المغتصبات وما أفتوا بقتل الأعداء. الله أكبر. ولا نادوا بمناصرة الأطفال ولا الانتقام بدم الشهداء. إيه ما في نخوة وما في بهالدنيا وفاء. يا لطيف. انشق رئيس الحكومة وتصريحاته مفهومة، وكشفنا بشار البطة وأتباعه مثل البومة. مثل مين؟ البومة. بري عليهم بري عليكم عمي. وانشقوا ضباط وأفراد كتار وما لهم تعداد، وكل ما بيصير انشقاق بيكتر وبيزيد الاعداد. طيب هلا اذا راحوا الوزراء والقاده والخبراء والائمه والخطباء واهل الفن والغناء واهل الحكمه والشعراء، مين بهالوطن باقي الا البطه بتقاقي؟ من بعد ما بعتوا الاسود اعطاهم فرصه ومداد، وحط شروطه وما حدد، وفشلت خطته وما بعد، جابوا من بعده هالاخضر مظبط شعره ومغندر. وبعد ما وصل حلال المشاكل طلعت نظاراته خربانه. شو طلعت؟ خربانه. ما شاف شيء غير الاوضاع والاحوال التعبانه. شو شاف؟ احوال تعبانه. ولك اسمع اسمع يا اخضر، ثوره سوريا بتكبر، واذا ما بده يرحل راسه بده يتكسر. شوفوا لازم كسروا سيدي، كسروا سيدو كسروا. الله عليه. ولك هاي سوريا يا اوباش ما بيحكمها الحشاش، لو بيستخدم طيارات او يضربنا بالرشاش. ولكن من رحمه ربنا بهالعباد والشعب الاعزل يلي ما عاد فيه الظلم يتحمل، ربنا سخر هالابطال مثل الصخر ومثل الجبال. الله اكبر. الله اكبر. الله يحميهم. الله يحميهم يا رب. عنا كل شب حمل باروده وايده على الازداد ممدوده، والشعب السوري عم يقاوم وعلى الكرامه ما بيساوم. شو؟ ما بيساوم. ما بيساوم. مري عليكم عمي. لحتى استشهدوا كثير شباب مثل الورد يا حباب. الله يرحمهم. والمدارس بسوريا صارت مثل الحج، من استطاع اليه سبيلا، اما بيعود الطالب جريحا واما بيعود قتيلا. لا حول ولا قوه الا بالله. ولك يا رب. اي والله يا رب. بمسيرتنا يسر وبنصرنا ما تاخر، وهالبلد بدنا نحرر وننتهي من وجود بشار، وكل متفرج رح نلبسه ثوب العار. شو حنلبسه؟ العار. بري عليكم. وتوته توته ما خلصت الحتوته، لانه الواقع لسه مرير والشوك ما بيصير حرير. الحرية تمنها أرواح والشهادة للجنة مفتاح. إيه والله. هاي حكاية حكيناها وعن الشعب السوري رويناها، من عبود الشامي ونورس الفرات حبكناها، وللشعوب العربية هديناها. والحكواتي يقدم تحياته والسلام عليكم ورحمة الله. الله يحييك يا عبود. الله يحييك يا عبود.